السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل سمو وفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم ستكون بخصوص عملة البياس دابليو وكذلك عملة جاسمي. هذه العملة التي فيكم الكثير من الأشخاص من قام بطلب مني تحديث لهذه العملة، ويعني ما هي المستويات المرتقبة لهذه العملة وإلى أين ستذهب هذه العملة في الأيام القادمة. كل هذا وأكثر سنشاهده في ظل انخفاض البيتكوين وفي ظل الحركة السلبية للبيتكوين في اليومين الماضيين. كل هذا وأكثر سنشاهده في التحليل وكذلك تحديث التحليل الخاص بالعملتين من خلال هذا الفيديو، فلا تذهب بعيدا، ابقى معنا. أعود لكم مرة أخرى في قناتنا قناة سمو برو وحلقة جديدة اليوم بخصوص البياس دابليو وكذلك عملة جاسمي التي سوف نقوم بالحديث عنها اليوم، وسوف نقوم بتحديد التحليل الذي كنا قد أشرناه سابقا بخصوص عملة البياس دابليو وبخصوص عملة جاسمي. الحمد لله بالنسبة لعملة بياس دابليو هي في مرحلة ربح، وبالنسبة لعملة جاسمي في انعكاس انعكست علينا قليلا هذه العملة، وننتظر أنه يكون في صعود مرة أخرى لعملة جاسمي من خلال منطقة الواحد سنت كما ذكرنا لكم سابقا. هذه المنطقة هي المنطقة التي سوف يبدأ منها انطلاق جاسمي، أوكي؟ يعني هذا المستوى هذا هو المستوى المتوقع أنه يكون في صعود مرة أخرى لعملة جاسمي لنشاهدها إن شاء الله في مستويات هذه المرة. يمكن أن نشاهدها يعني في مستويات أكثر من الخمسة والأربعة سنت، يعني يمكن أن نشاهدها في أكثر من ذلك، أوكي؟ هذه العملة كما أخبرتكم منذ البداية هي عملة خاصة لمن يريد أن يستثمر وليس لمن يريد أن يضارب. العملة حاليا كما توقعنا أنه راح يكون في نزول مرة أخرى، وكان في نزول كما تشاهد معي خصوصا شمعة اليوم التي ضربت تقريبا يعني خمسة أيام كلها يعني في مرحلة الصعود، يعني كان في نزول مرة أخرى، حركة سلبية اليوم، حركة قوية سلبية، وهذا ما يؤكد لنا أنه لو تم اختراق المستوى 0.20 راح نشاهد إن شاء الله في مستوى 10 سنت وهي أو عفوا 1 سنت وهي المستوى الذي سوف يبدأ وسوف نشاهد في انطلاق مرة أخرى لعملة الجاسمي، أوكي؟ يعني أنا عندما أقول لك أنه في انطلاق لا أقول لك على أنه سيكون هناك بامب قوي جدا وفي لحظة تشاهد عملية الصعود، لا، أنا أقول لك على أن هذه المنطقة هي منطقة قوية جدا من أجل أن يبدأ السعر في مرحلة أو في حركة إيجابية. نعم كل صعود راح يتم مقابلها يعني عملية تصحيح، بعد ذلك راح يستمر مرة أخرى في عملية الصعود، أوكي؟ هذا هو السيناريو المتوقع في الآونة الأخيرة، وهذا هو السيناريو الأقرب الذي يمكن لنا أن نشاهده بخصوص عملة جاسمي. قلت لكم ذلك منذ أن بدأت الحركة السلبية يعني في 3 سنت على أن العملة رايحة للواحد سنت، وهذا بالفعل ما تم، وكان في يعني حركة، كان في منطقة دعم اللي هي 17 0.17، وبعد ذلك كان في مرحلة صعود حيث أنه وصل إلى المنطقة 0.27، وبعد ذلك بدأت هنا مرة أخرى عملية النزول وعملية التصحيح، وستستمر هذا النزول والتصحيح. وكما أخبرتكم لا تقوم بالشراء من خلال هذه المنطقة، هذه المنطقة لا تقوم بالشراء من خلالها، انتظروا السعر أن يصل إلى الواحد سنت، أوكي؟ في ناس اشترت من هذه المناطق، قمت بوضع لكم فيديو وطلبت منكم عدم الشراء، وفي ناس اشترت من هذه المناطق، أوكي؟ بالنسبة للناس التي اشترت من مناطق أعلى فلا أنصحهم بالبيع لأن العملة سوف ترجع مرة أخرى لهذه المستويات، والعملة صراحة عندها شعبية قوية جدا، ماشي عملة عادية متواجدة فقط في باينانس ومتواجدة في المنصات، لا، عندها مشروع قوي جدا وعندها شعبية قوية جدا، ومستثمرين كبار يعني وضعوا أموالهم في هذه العملة. هذه بالنسبة لعملة جاسمي. بالنسبة لعملة البياس دابليو، العملة التي دخلت في يعني الأيام الماضية إلى باينانس، هي عملة جديدة في باينانس، وعندها كذلك أنا تحدث عن عملة البياس دابليو للناس منذ البداية ما كانت كتوقع أنها راح تشاهدها يعني في 2 سنت، لكن كما ذكرت لكم على أن العملة
هي عملة قوية جدا، واثنان سنت ليست فقط كان في زيارة مرة أخرى، يعني في زيارة مرة واحدة، لكن سيكون هناك مرة أخرى صعود للواحد فاصل 90 متوقع نشاهدها في الأيام القادمة. خلاص خلاص، يعني حتى الآن يعني مرحلة التصحيح اكتملت، في عملية صعود بدأت في الوقت الحالي. عملية الصعود هذه سوف تستمر مرة أخرى بالنسبة لعملة الباز دبليو، والناس التي اشترت معنا منذ البداية اشترينا من منطقة يعني السفر 70 وسفر 65 على ما أتعلم، ما كنت أعتقد. أوكي، على العموم يعني كان هناك يعني بالطبع اختراق للتراند، وكان في مرحلة من مرحلة تصحيحية، رغم أن الشيء الجميل كذلك في العملات البي اس دبليو، رغم أن البارحة كان في نزول للبيتكوين، كان في حركة سلبية قوية بالنسبة للبيتكوين، لكن هذا لم يؤثر على العملة، وكان في حركة إيجابية بالنسبة للعملة خصوصا في منطقة الواحد واحد يعني 2 سنت، 1 دولار و2 سنت. اوكي، هذه المنطقة هذه اللي ذكرنا لكم على أنها منطقة قوية لعملية الشراء، رجع لنا السعر مرة أخرى إلى هذا المنطقة في انتظار أنه يصعد مرة أخرى كهدف أول اللي هو 21 دولار، 1 دولار و26 سنت، و1 دولار و49 يعني كهدف ثاني، والهدف الثالث اللي هو 2 دولار. هذا هو الهدف اللي أتوقع أنه سوف يحصل في الأيام القادمة. بالنسبة لمناطق الدخول في الوقت الحالي، للأسف يعني مناطق الدخول في الوقت الحالي يمكن أنك تقوم بالدخول في هذا في الوقت، يعني في الوقت الذي أقوم يعني في الواحد دولار أو من خلال يعني مستوى الواحد 11 سنت. أوكي، هذه المستويات اللي يمكن لك أنك تقوم بالدخول إليها. وبالنسبة للناس اللي دخل معنا من قبل، فالمرجو أنهم يستمروا في عملية الشراء العملة يعني حتى الآن. أوكي، يعني أن في الوقت الحالي مرحلة تصحيحية قد انتهت، في عملية صعود بدأت في الوقت الحالي، منطقة يعني الواحد 12 سنت يعني سيتم اختراقها لنشاهد المرحلة القادمة، حيث أنه لو في حال ما تم اختراق المستوى الواحد 31 سنت، يعني حال ما تم اختراقها او اغلاق عندها طبعا 31 سنت، سنشاهد يعني بشكل مباشر سنشاهد يعني في مستوى يعني مستويات مرتفعة، خصوصا على المدى القصير راح يصل الى 51 سنت كما اخبرتك، وفي المدى البعيد يعني ننتظر الى ان يصل الى المستوى 91 سنت الى 2 دولار مباشرة. اوكي، فننتظر انه يتم اقفال فوق 31 سنت. اوكي، هذا بالنسبة لعملة البي اس دبليو. جيد، فتقريبا بالنسبة للناس التي تريد أن تقوم بعملية يعني عملية البيع، أنا أنصح يعني بالنسبة للبيع أن يكون على المدى الطويل، بحيث أن هذه المنطقة هذه اللي هي منطقة 1 و12 سنت هي منطقة قوية بالنسبة لعملية الشراء، وكذلك حتى عملة الباز دبليو أنا قمت باستثمار فيها مبلغ، يعني ليس بمبلغ عادي ومبلغ صغير، بل مبلغ كبير قد قمت باستثماره في هذا العملة، خصوصا أن صراحة عملة الباز دبليو من العملات اللي قوية جدا، هذه العملة طبعا خصوصا أن عندها شعبية قوية، حتى أنه لو كان في فقط صعود يعني بنسبة يعني 10% أو 5% ستشاهدها في عدة منصات منضمة إليها، ستشاهدها في الهوت، يعني على أن أكثر العملات تداولا، أكثر العملات اللي عندها شعبية. أوكي، هذه عملة قوية جدا. أوكي، لاحظنا في انتقادات في البداية على هذه العملة بمجرد أنني نشرتها لكم وطرحتها لكم بدخولها لباينانس، وقلت لكم على أنها ستصل إلى 2 دولار، الكل قال لي لا، أن العملة ستصل إلى أو سترجع إلى مستويات يعني 70 و6 سنت و7 سنت إلى غير ذلك، سيكون في انهيار للعملة، لكن وصلت بالطبع إلى عملة إلى 2 دولار، بعد ذلك بدأ التصحيح، وهذا شيء عادي في العملات الرقمية. فقط انتظروا الحلقات القادمة من أجل عملية تحديد لتحليلنا وتحاليلنا بشكل عام التي كنا قد قدمناها لكم
وخصوصا بهذا اليوم قدمنا لكم عملة جاسمي، عملة الباز دبليو، عملة الاي بي اي، وكذلك عملة الجي ام تي التي كانت في فيديو السابق لهذا اليوم. اوكي، وصلنا للنهاية وهذا كل شيء في هذه الحلقة. اتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابك. لا تنسى ان تقوم باشتراك وتفعيل الجرس. كان معك خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.